ولادة غيرت مجرى الكون، أصبحت الأرض على غير عادتها، فما إن انبثق نور الفجر حتى بدا منظر الكون غريبا، ينبئ بحدث عظيم. إبليس يشهق أنفاسه حسرات، السماء أصبحت عنه محجوبة وعن أعوانه ممنوعة، والأصنام على وجوهها مكبوبة، وشرفات إيوان كسرى على الأرض ساقطة، ونيران المجوس بعد اشتعالها ألف عام خامدة، وبحيرة ساوى غائضة، وكل الملوك أسرتها منكسة، وأصبح الكهان عن علمهم منزعين، والسحرة ببطلان سحرهم خائبين. وما ذاك إلا لنور سطع في الحجاز وبلغ المشرق والمغرب، إنه نور محمد سيد البشر، رأفة الإله ورحمته، من آمن به نجا ومن تخلف عنه هوى. طالعتك بدرا يتوسد رمل الصحراء، طالعتك جرحاً